السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين مصطفى مازا يفجر مفاجأة يعني من العيار الثقيل. وحنا راه عندنا الأدلة فانكة، رانا كي نهضرو هو راه تكلم، صح الفوتو هو تكلم، وعندنا بالأدلة فانكة ذلك وين تحصلنا على أدلة يعني قاطعة ماشي زعقة ولا حاجة، وين مازا حصريا لقناة الوطن الوطنية بوقرة تلقى اتصالات من منتخب للإشراف عليه بعد الشان، والسومة 40 ألف أورو، يعني 40 ألف أورو شهريا لهنايا. على بالكم شحال يدي؟ على بالكم شحال يدي؟ 15 ألف. هنا في الجزائر يدي 15 ألف. وفي باش يكون في علمكم باللي بوقره باللي راه من الاوت ولا سنتيم تلقاه، باش يكون على بالكم يعني هذه باش يكون باش تكون على بالكم باللي راه من الاوت ولا سنتيم، من الاوت ولا سنتيم. وان شاء الله بربي حنايا نتوما كذبونا كيما بغيتو، والامور بعد تخرج سبحان الله. انا على بالنا شتاك عيش تمكاش يعني، وين ما غاديش تجي تقصر، ما غاديش نجي نلعب معاك انايا، ما انا خليك ومن بعد وحدك تعاود تولي، نخليكم بعد وحدكم تعاودوا تولوا. كذبونا اليوم وغدوه تعاودوا تولوا نورمال، غدوه ما غدا الشهر الجاي العام الجاي تعاودوا تولوا عندنا نورمال. اليوم وين مصطفى مازا هذا المناجر اللي تلقى يعني نقولوا باللي تلقى التكوين، وين مناجر معتمد لدى الفيفا يعني، وين عنده غادي من بعد نحضروا مليح على هذا يعني المناجر، يعني باش يكون في عندكم الوحيد في الجزائر اللي عنده يعني لي ديبلوم يعني معتمد لدى الفيفا، الوحيد خاطر هذا ما هذا ماشي دوله قراته ولا حاجه، هذا راح بدراهمو لعب كره قدم، راح بدراهمو كان يقرا بدراهمو، كان يروح لاسويس يعني يقرا بدراهمو، تحصل حتى على ديبلوم يعني في وين فانيك قرا على قوانين يعني اللعبه يعني كيما نقولوا حنايا كيما نقولوا حنا لو دروا سبورتيف يعني قوانين لعبه، يعني مناجر خبير في كره القدم الافريقيه مكون يعني بزاف صوالح، عنده لي ديبلوم، عنده الباجاج تاعو كيما نقولوا حنايا، عنده الباجاج يعني مشي انا بشوف باش يكون على بالكم، عنده الباجا تاعو دخلوا عنده تشوفها نورمال خويا، دخل عنده تشوف لي ديبلوم تاع عنده باجاج. لكن هنا يا راكم عارفين يا تمشي في الطريق صحة وصلاح، ما تمشيش في الطريق يا خويا والله العظيم ونحسوك باللي انت اللي تجيب لنا كوب دي موند وما غاديش تخدم، خاطر لا عندهم مصالح تاعهم قبل الجزائر، ناس عندها مصالح قبل الجزائر، وهذا كان مطروح اسمه كمناجر يعني بعد هول يعني الصدمه تاع الاقصاء موراها، وين جا زبيزف وين طرحوا اسم مصطفى مازا كمناجر عام للمنتخب الوطني، مناجر عام يعني في الفئات الشبانيه يجيب اللعابه يجيب، هذه ما قبلوهاش خاطر عليه هذا انسان ما غاديش يملوا عليه اسماوات، هذه هي ما غاديش يملوا عليه اسماوات. حنا من بعد نزيدو نهضروا وراه معنا بزاف ادله يعني كيفاش حاول باش يجيب اللعابه للمنتخب الوطني يعني بدون مقابله، لعابه في الالمان في الاخرى وبالادله، راه عندنا فانيك بالادله تحصلنا على بعض الادله يعني نشكروا الصحافي ما غاديش نقول اسمك سايك، نشكروا الصحافي اللي عطاني هذو الادله، نسمعوا هنا يهضر على بوقره، وليكن في علمكم هو اللي جاب له النيجر، مصطفى مصر هو جاب النيجر، خاطر عليه يعرف لي ماناجير اللي راهم قاضي خاطر قراو معاه،
هو اللي جاب النيجر، هو اللي جاب له الكويت، هو اللي جاب له سوريا، هو اللي جاب له هذو المباريات اللي لعبهم، جاب له لهنا مع جاب له يا ربي واحد لي زيكيب لعبوا واحد المنتخبات لعبوا هنا معاه في مصر في 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 الجزائر ولعبوا معاه، هو اللي جابهم له يعني بدون مقابل، بدون الوكاله اللي تدي الدراهم. او انا ما قبلوش مازا يا حسره، كاين بزاف صوالح، خاطش مازا قطع لهم واحد المورسو تاع الدراهم كي كان يروح ينيغوسي هو مع اللاعب بالتليفون مع ماناجير تاع سوريا، جابه نورمال، جاب تلاقى داروا له مباراه تاع الكويت فانيك، يعني ما كلاوش. ومن بعد نعطيكم واحد الصوالح ان شاء الله بربي. انا اقول لك هناك اتصالات بمجد بوقرة من منتخب عربي اول سوريا لكي ياخذ الفريق تاعو في يعني مباشره بعد الشهر. نعطيه لك الاسبوع الجاي مور ان شاء الله. نعطيه لك عطيناش الحصري اليوم مور ان شاء الله. نعطيه لك سفيزا في المنتخب الاول. سفيزا يا ودي سفيزا بغي يهضر يا سي معطاوي من افريقيا سوريا. سفيزا في بندق عليليا سوريا. سفيزا في بندق عليليا مصطفى اكد بانه لا مجال لمباراه بوقرة للمنتخب الوطني. لا انا نعطيك انا معلومه حصريه. ايوا حنا راه كاين هم ولا وراكم. هذا هو المناجر تاع المنتخب سوريا تاع الاتحاديه السوريه، اسمه احمد والي السوري، عنده الباج تاعو احمد والي السوري السوري. ها ولا كيفاش المكالمه كانت مع بوقرة. هيا لو راهي المكالمة كانت مع بوقرة الأخرى. ها ولا راهي هيا المكالمة كلش راه عندي حتى المكالمات ما غاديش نوري واحد التصاوير ما نتمش هما لا وراهم واحد التصاوير راني مدركهم، يعني ما قال لي ما تبقاش توريهم، قال لي التصاوير هادو يعني مع المناجر كيفاش قعد معاه بوقرة، قعد مع المناجر قعد من بصح حتى لا راه عاطي الاولويه للجزائر. بوقرة كيما هكا وراه عاطي شو تلقى 40,000 أورو. هالمدربين اللي يخدموا يعني ما كاين ناس وحده اخرين مساكين ما لقاوش حتى انديه مجهريه باش تتصل بهم، وراه جايتهم عيب يعني الناس فاقد بلي ودي لازم ناس تزيد تروح تقرا، كاين اللي نورمالمون يروح يزيد يقرا. بوقرة راه برهانه يعني وين تلقى اول عرض 40,000 أورو من منتخب سوريا، عنده فانيك يعني متابعه، هو مي قال بلي انا بوقرة مي قال باغي نخدم كل يوم، نبغي كل يوم نخدم يعني على الترجي التونسي او النجم الساحلي التونسي. يعني وين كاين كاين حاجه دور كاين تاع جنوب افريقيا، المنتخب الاول لجنوب افريقيا يعني كاين. حنا نتوما باش تحقرونا تقولوا بلي هذا كيف لا عم كاينين واحد الامور، كاين حتى مكالمات، كاين بزاف صوالح وين ما كيما يقول لك خليها تتبان، خلوها تتبان خير. هذه حنا رانا بينا لكم يعني عندي كاع كلش، عندي كاع المكالمات كيفاش نيغوصاو معاه، كيفاش منا مع التالي قال لهم نقارع لبلادي مع التالي. والله لا قال مقارع لبلادي، والله العظيم لا قال هذه، قال عاودي هذه انا شاهد عليها شفتها. هيا لو راهي عاد تشوف شو هذه كلمه شكلو قراو هذه هنا شكلو. قال له هو باقي مع الاتحاديه، قال لك راه باقي يعني مع الاتحاديه، على بالك هذه باقي مع الاتحاديه، قارع للاتحاديه الجزائريه لكرة القدم، على خرج فيزم قال لك حنا نحتاجوه. هو يعني عرض العروض اللي تواصلاته، كاين 3 عروض، مدرب عنده 3 عروض، بوقرة عنده 3 عروض، يعني بصح يقارع لهنا يشوف كيفاش يقارع، خاطش عليه المشرف مازال ما سنياش الاتحادية، مازال ما كان والو،
وحنا نخسروا مدربين، نخسروا مدرب على بالك والله العظيم اللي نورمالمون هو. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا باش ديما يوصلكم جديد ان شاء الله بربي، واللي مشي ابوني معنا.